بساعد مراتي في شغل البيت. في ايه بالظبط؟ بغسل الاطباق واحنا عادي على فكره مش مشكله. وعندنا عشان عندنا كلبين هاملت وهرشي وهم كبار وشعرهم طويل فطول الوقت شعرهم في الارض حتى لو بتنضفي 15 مره في اليوم اكيد فلا فساعات بساعد لان طبعا ايوه بتنضف الكلاب ولا بتنضف السجاد؟ لا بنضف السجاد طب الارض وبنضف الكلاب برضه يعني بقعد اسرحهم كده عشان طلع الشعر زياده. مشاركه ايجابيه جدا سعيده بالاجابه. حصل ولا ما حصلش وانا مشهور كده اتخانقت خناقه شوارع في الشارع؟ حصل ودايما وانا سايق بتعصب وانا سايق وانزل من العربيه. خناقه شوارع لدرجه ايه هاني؟ لا مش خناقه شوارع نضرب بعض يعني بصراحه بس هو ايه لو حد مثلا لقيته بيكسر عليا بقصد او حد مثلا بيغلس في الطريق عليا لا بقفل بنزل من العربيه بنزل واروح له على طول وانزل اروح له اقف قدامه كده فهو يشوفني فيتخض وهو مش عارف ايه هو يبسط ولا يزعل دلوقتي يعني انا انبسط او مبسوط ولا عايز وانا بستغل بقى الفرصه دي واقول له لو سمحت حضرتك كسرت عليا بس بس ما تخليهاش تعدي طبعا لو ما كنتش يعني لو ما كنتش معروف ما كانش هيبقى لو سمحت حضرتك كسرت عليا ما كانش هيبقى كده. طب وانت صغير كنت بتتخانق خناقات شوارع؟ انا وانا صغير انا من مصر القديمه احسن ناس انا من حته اسمها فم الخليج ومدرستي وانا صغير كان ابتدائي اسمها السباحين واعدادي كانت الروضه وثانوي كانت الملك الصالح يعني اللي من المناطق دي هيبقوا عارفين الحاجات دي فلازم يكون عندك شويه سبل للدفاع عن النفس ده لازم عشان تعرفي تعيشي في المدرسه عشان تعرفي تعيشي كويس في المدرسه فانا كان الحمد لله جسمي مساعدني وكل حاجه بس انا كنت يعني طيب يعني انا معروف ان انا الحبيب بتاع المدرسه يعني حد حد عايز يشتكي لي شكوى رومانسيه من صاحبته يعمل ايه نصايح انا اديها له لكن مش بتاع خناقات قوي كانت مدارس بنين بس طبعا كل طبعا ف بس الخناقات طبعا لما كان المجموعه دي او الفصل ده يخش في خناقه لازم اخش اتخانق معاهم طبعا يعني اصحابي برضو يعني اخواتي واصحابي انا وانا صغير كان كونغ فو وكاراتيه وبعد كده لما عدلت يعني الموضوع كان فولي وبعد كده باسكت وبعد كده رجعت الفولي وكنت هخش منتخب مصر تحت 17 سنه يعني كنت واخد المزيكا زي ما بيقولوا كده فور جرانتد يعني مش ايه يعني صوت حلو يعني تمام هغني وقت مع اصحابي واحنا قاعدين بنتمرن فما كانش مين اللي بفكر في ده لغايه الثانويه العامه فكان فالاجريشن دوت بحكم السن وبحكم المنطقه اللي انا عايش فيها وبحكم طرق الخناقات بتاعت المدرسه كلها مع بعض طبعا بس الرياضه عشان. اكيد يعني بس الرياضه بقى ظبطت لي شويه مظبوط ان انا عندي بالانس يعني. حصل ولا ما حصلش انا هاني عادل مره لبست لبس غريب مش عارف ازاي انا لبسته؟ لا لا ما حصلتش لا انا ما حصلش يعني لو دورنا في صورك يعني مش هنلاقي حاجه فانكي مطرقعه فانكي انا زمان كنت بلبس انا اصلا زمان كنت يعني كنت عارفين رقص الراب يا جماعه والحاجات دي انا كانت دي كانت شغلتي زمان مش غنى الاول كنت برقص كده برقص وبننزل بقى خناقات شوارع بالرقص وبتاع وحاجات كده لا ده نصايح قديم لا لا مالك عارفه الحركه اللي كانت معروفه عندنا في لانكم في التسعينات والثمانينات بصوا اقفوا حطوا رجلكم كده ماشي كله يبص على رجله وحرك رجلك دي كده ورجلك دي كده خليهم عكس بعض بقى كده كده وانت وتراب بتقول راب لا مش بقول راب بنرقص راب بقى اللي عارفه اللي هو بتاع فاكره راح فين ده كله ده كان الراب ده يعني كان الراب بالاساس راقص يعني انت راقص وكان والله حصل ولا ما حصلش غنيت مره في فرح شعبي طبعا طبعا حصل ولا ما حصلش جالي استدعاء ولي امر وانا صغير طبعا عملت ايه لا ما عملتش هو الفصل كله كان بيعمل حد فجر قنبله في الفصل مش قنبله يعني عمل عارفين البومب والحاجات دي بس هو عملها بقى بشكل ادفانسد شويه وحطها باش اشرح عشان لو اطفال بيتفرجوا علينا ولا يعني حاجه ما حدش يقلدنا الانفجار كان يعني كان مدوي كسر الازاز الفصل لا احنا خرجنا كلنا بره ما تعرفش ازاي وعندنا حصه وفي مدرس فدي كان هو المدرس خرج هو المدرس كان عايز يحضر معانا التجربه لا بس كان ترفضوا مش طبعا ده اقل ما فيها اترفضت اسبوعين اقل ما فيها رفض اسبوعين بس ما قلتش لاهلي يعني كنت منزل كل يوم يعني طبعا اسبوعين ما الفصل اتقفل
اقل ما فيها والله. طبعا. حصل ولا ما حصلش في واحده معجبه طلبت منك الجواز وش؟ اه حصل، بس مش وش في وش كده، دايما برسائل. بيقولوا لك ايه بقى؟ انا عايز اتجوزك، ما تيجي نتجوز، ما تجيب بوسه. لا حضرتك بترد بتقول ايه؟ ما بردش خالص. ما بتردش؟ لا تماما. طب ما تقول لها عيب. او لا عيب. ما تقول لها عيب هيفتح حوار. طب ما تقول لها not available. ما هو عارف ان انا غير متوفر اوريدي، ما انا صوري قد كده انا ومراتي، او يعني او حتى لو انا كنت لوحدي قبل كده. مش بفتح مواضيع في دي اصلا. وفي كومنتات بقى، في كومنتات بتبقى بره كمان، يعني مش بس مسجات بتتبعت برايفت. طب بس الاذرز دي يا نهار اسود، الاذرز دي يا جماعه بلاك هول. بلاك هول ثقب اسود بجد، ثقب اسود. ودايما بتتعامل معاك في الموضوع ده؟ لا دايما، ده دماغها كبيره يعني اصلا، وفي دي حاجات ما هي عارفه يعني، هي متفهمه يعني. بس في ستات ما ايوه لا بس هو اصلا الموضوع ما لا انا اعرف، انا عارف زوجات فنانين الرسائل دي بتعمل بتولع حريقه في البيت. ايوه بس ليه؟ طالما ما فيش رد، وما فيش رد باي شيء خالص، السلام عليكم ودلتنا المسج وعملنا بلوك. يعني بتعمل ايوه كده. طبعا يعني لو لقيت الموضوع زياده لحد طبعا لا بتعمل بتعمل بلوك ممكن. تمام. طيب حصل ولا ما حصلش ساعات دايما بتقول كلام انا ما بفهموش؟ لا هي هو ده بيحصل طبعا، بس هي بتتكلم هي دلوقتي بتتكلم مصري الحمد لله، يعني اتعلمت مصري من اصحابنا ومني كتير. بس اوقات كده بتعرفش تعمل كنترول انها تتكلم مصري، فتروح متكلمه لبناني. وفي حاجات بقى في الاول حاجات عكس بعضها، يعني الخوخ ما اسموش خوخ، اسمه دراء، فانا اقول خوخ فيطلع برقوق مثلا. يعني الحاجات كده في حاجات عكس بعضها خالص. حصل ولا ما حصلش انه في اغنيه اتمنيت قوي 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 ان انا اغنيها وتبقى بتاعتي؟ في اغنيه لمحمد منير بحبها. انا بحب محمد منير طبعا كل اغانيه، بس في اغاني عنده كده بحس ان انا كان نفسي انا اغنيها، بس هو طبعا يعني هو ما فيش حد يعرف يغني اغانيه زيه. بس اغنيه شتا، اغنيه شتا دي من الاغاني اللي انا بحبها قوي قوي قوي، من اجمل الاغاني اللي كتبت في المطلق. بالظبط. كتابه وتلحين. حط الدبلة وحط الساعة، حط سجايره والولاعة، علق حلمه على الشماعة، علق حلمه على الشماعة. دي بديعة طبعا. طب انا هقول لك على حاجة، انت غنيها وانا متأكدة انه كينج محمد منير مسامح. لا هو الحمد لله هو سامحني، انا غنيت قبل كده شبابيك وطلع في برنامج قال ان الحمد يعني دي احسن فيرجن اتعملت، هو اتبسط منها جدا يعني، وكلمني في التليفون. شكرا. بس هنسمع الشتا من هنا. يلا شد لحاف الشتا من البرد، بعد ما لف وبعد ما دار، بعد ما هدى وبعد ما صار، بعد ما شاف واشتاق واحتار، حط الدبلة وحط الساعة، حط سجايره والولاعة، علق حلمه على الشماعة، شد لحاف الشتا على جسمه، ضحى بحلمه وقلمه واسمه، دار عيون عايزين يبتسموا، اللي قضى العمر هزار واللي قضى العمر بجد، شد لحاف الشتا من البرد.
شد لحاف الشتا على جسمه ضحى بحلمه وقلمه واسمه دار عيون عايزين يبتسموا اللي قضى العمر هزار واللي قضى العمر بجد شد لحاف الشتا من البرد ويا يا 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 تحفة تحفة الأغنية الأصلية تحفة وكلمات كوثر هيك العظيمة وأدائك نخليها بطعم تاني بمذاق تاني. شكرا. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.